نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا يقول ما رايت ان احدكم فيمن يقول ان الكتب ردود تقصي القلوب. لا، ترك الردود هو اللي يقصي القلوب، لان الناس يعيشون على الخطا وعلى الضلال وتقسو قلوبهم. اما اذا بين الحق ورد الباطل فهذا مما يلين القلوب بلا شك.